لقاء السيد عبد الفتاح السيسي مرشح رئاسة الجمهورية، لقاء مع زميلة لميسة حليم وزميلة إبراهيم عيسى. هو في مجمله حديث طيب بينم عن شخصية قيادية من الممكن إن هي تؤهل لرئاسة الجمهورية، ولكن أتمنى إن هذا الحوار يجرى مع الأستاذ حمدين صباحي المرشح الآخر حتى تتساوى الكفتان، يعني كفتان السيسي وكفتان صباحي. مفيش الخبر، احنا قلنا إن احنا ما بنميلش ناحية شخصية معينة، ما بنهمش شخص معين، ولكن بيبقى الاثنين بالمثل، المعاملة بالمثل في مساحة النشر وفي مساحة الحوار. اللي قاله عبد الفتاح السيسي من خلال الحوار، نتمنى انه يفعل على ارض الواقع لو وصل لكرسي الحكم. طبعا هو او حمدين صباحي، البرامج كتير والكلام اكتر، لكن اهم حاجه تابعين هذا الكلام كله على ارض الواقع. الشعب المصري او الفرد المصري او المواطن المصري عموما عايز يشوف حاجه ملموسه يلمسها بايديه ويشوفها بعينيه. لكن هنقعد نتكلم ونقعد نقول برامج ونحط الحاجات دي كلها، لكن احنا عايزين هذه البرامج فعلا الناس تشوف اثرها على الارض. طبعا ده كل دوت مش هيتم الا امبارح، كان مبشر يعني ان في مستقبل لمصر وكده، وان شاء الله هيبقى في استقرار. بس احنا محتاجين ان احنا نشتغل كلنا مع بعضينا عشان نعدي من المعوقات اللي هي بتقابلنا وكده. ايه اهم النقاط اللي عجبتك في اللقاء؟ اهم النقاط اللي عجبتني في اللقاء، والله ان انا شايف ان انا كنت شايف ان السيسي راجل عسكري بس، لكن دلوقتي اتضح لي ان هو عنده رؤيه سياسيه كويسه، وانا بفكر يعني ان انا كده. طب في نقاط ما عجبتكش؟ نقاط ما عجبتنيش، لا والله، كان كله نقاط ايجابيه، بس برضه ان احنا يعني عاملين ان الاقامة بره كبير قوي، ده برضه في حد ذاته يعني خلاص دي مرحله وعاده. لازم ايه رايك في اللقاء بتاع السيسي امبارح؟ لقاء جميل. ايه اهم النقط اللي حضرتك حسيتي ان دي اقرب ليكي؟ يعني ان هو واحد مننا وهيحس بينا ويحس بالشعب ويحس بالناس التعبانه، دي ابسط حاجه، لان هو من حته شعبيه واحنا كلنا من وسط الحتت الشعبيه دي، فهيحس بالناس التعبانه. طب هل احنا بنطلبه منه؟ طب هل في مطالب انت تطلبيها منه شخصيا؟ اهم شيء يطلبه يحس بالناس التعبانه، الفئه التعبانه. دلوقتي ما بقاش فئه متوسطه، بقت فئه يا تحت يا فوق، يحس بالناس التعبانه شويه. ايه مطالبك؟ عايزه لجان الانتخابات في مكاننا اللي احنا فيه، اللي يعني ما يودينيش انا في مدينه الضباط حدائق حلوان، ما يودينيش حتت ثانيه، عندي مدرستين في المدينه، يجي يعمل لنا لجنه في قلب المدينه، يعملوا لنا لجان نبقى مطمنين على نفسنا واحنا بننتخب. تمام. ماشي، وعلى بناتنا وعلى اولادنا. صراحة كان شيق جدا، حسيت ان انا قاعد قدام شخصية واضحة وصارمة، عنده رؤية مستقبل، عارف وعايز يعمل ايه، فعلا عايز ياخد الشعب المصري اللي قدام، واحد عايز حد يشتغل معاه فعلا يعني. فاللقاء كان ايجابي جدا يعني. ايه اهم النقط اللي حضرتك شفتها بتمسك اكتر؟ الامن، لسبب بسيط، لان انا شغال كمرشد سياحي، فانا اكتر الناس وزمايلي وكل اللي شغالين في قطاع السياحه اثرنا جامد قوي في حكايه الامن 30 دول، فبالتالي احنا عايزين امن، عايزين نشتغل، عايزين نفيد بلدنا ونستفيد، وبالتالي فدي اكتر نقطه تهم الناس.